على مدى 3 أيام الماضية، حاولت الحكومة الأمريكية في ادعائها ضد سليم حمدان إثبات أن حمدان كان يعلم بأن القاعدة تقوم بأعمال إرهابية، ورغم ذلك لم يترك التنظيم واستمر في العمل كسائق ومرافق لبن لادن. هذا هو تعريف تقديم المساعدة المادية للإرهاب، ويصنف كجريمة حرب حسب القوانين الجديدة التي سنها الكونغرس عام 2006. القاعدة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو ليست جديدة، بل أنشئت عام 1903. كذلك المعتقل ليس جديد، فقد كان يحتجز فيه اللاجئين في طريقهم إلى الولايات المتحدة، لكن كل شيء آخر في عملية المحاكمة هو غير مسبوق. Federal courts in the United States, ordinary civilian courts, or the UCMJ can handle these courts, these prosecutions themselves. They have lots of experience. They've prosecuted hundreds of terrorism cases. Just in the last 15 years, they've done so in the mainland courts. لكن من مصلحة الحكومة أن تجرى المحاكم هنا على الأراضي التي تستأجرها من كوبا، بعيداً عن الولايات المتحدة والتفاصيل الحقوقية التي تعيق الادعاء. فمن حق القاضي السماح باستخدام معلومات أخذت تحت الضغط ومعلومات نقلت من شخص إلى الشاهد ولم يرها بأم عينه. كذلك وربما من أكبر المعيقات لحمدان أن من حق الحكومة استخدام معلومات اعترف بها في استجواب لهدف استخباري وليس لهدف استخدامه ضده في محاكمة. استجواب لم يتم فيه إعلام حمدان أن من حقه السكوت. Right against self-incrimination does not apply to a non-citizen questioned outside the United States. And yes, if it were found that it did apply, that would require some adjustment on our part. معظم الأدلة التي عرضت لغاية الآن تعتمد على اعترافات حمدان. حاول محاموه إثبات أنه كان معتقلا متعاونا مع الأمريكيين، لكن نتيجة التعاون لا تلعب في صالحه الآن. ذكر الدفاع أبو عاصم المغربي معتقلا سابقا في غوانتانامو أطلق سراحه رغم أنه كان في مرتبة أعلى من حمدان في التنظيم، لكن أبو عاصم لم يكن متعاونا أثناء استجوابه. لعل الدفاع يقنع بذلك هيئة المحلفين بعدم عقاب حمدان لتعاونه. منى الشقاقي العربية من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو.